ورحمة الله وبركاته، يا رب حضراتكم تكونوا بخير. فيديو جديد، حلقة جديدة نتكلم فيه بالتأكيد على الوضع وأحداث اللي دايرة في الشارع المصري. زي ما تعودنا بنبدأ فيديوهاتنا بالصلاة على الحبيب، اللهم سلم وزيد وبارك على سيدنا محمد وشفيعنا وحبيبنا سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هنبدأ بالتأكيد أخبار نارية، نجاح كابتن خالد بيبو في أول مهمة ليه والتعليق على كابتن سيد عبد الحفيظ، عناد أحمد قندوسي وعناد آخر مع مارسيل كولر، زيزو ماشي ماشي ورسميا في الشباب السعودي بأي حال من الأحوال. مهزلة وفضيحة جديدة في نادي الزمالك، وعايز أتكلم في خبر مهم جدا جدا، عرض سعودي خيالي لأحسن سيرد باك في مصر ومستقبل لمنتخب مصر محمد عبد المنعم. نبدأ طبعا بكابتن خالد بيبو، حاجة مهمة حاجة محترمة، وبيثبت إن هو راجل يعني اختير فعلا للمكان الصح، بيطلع تأشيرات لعيبة النادي الأهلي كاملة للسفر لمعسكر النمسا، اللي إن شاء الله السفر يا جماعة يكون من يوم 26 أو يوم 27 ليوم 5 أو 6 9. احنا عارفين الدورة إن شاء الله من ما بين يوم 15 أو 16 سبتمبر، فنجاح متميز جدا من كابتن خالد بيبو. ده تاني قرار ناري بالنسبة لكابتن خالد بيبو، أول قرار طبعا زي ما ذكرت لحضراتكم من كام يوم إن كابتن خالد بيبو قعد مع امير توفيق ومع كابتن محمود الخطيب وقال له يا كابتن بيبو، مشكله النادي الاهلي بتيجي من امرين، اول حاجه السوشيال ميديا، وتاني حاجه الظهور في المنصات الاعلاميه بالنسبه للعيب. والغرامه كانت من 200,000 جنيه او 5,000 دولار ل 500,000 جنيه، وكمان خصم 10% من العائد السنوي اللي بيدخل كل اللعيبه. فكابتن بيبو ماشي صح، ماشي على المسار الصح، ده بيثبت ان هو اختيار لحد دلوقتي اختيار كفء، مع الرغم ان انا عندي قناعات شخصيه يا جماعه ان سيد عبد الحفيظ راجع اقل من سنه. وافتكر كلامي ده كويس، كابتن سيد عبد الحفيظ راجع للعمل الاداري والعامر العمل اللي له علاقه بشغل الاداره، لان هو راجل ادارجي بنسبه مليار في الميه، اقل من سنه. وافتكر كلامي، هيكمل كابتن سيد عبد الحفيظ. كابتن بيبو راجل محترم وراجل مميز، نتمنى له التوفيق. نطلع من كابتن بيبو نخش على عرض رسمي من نادي النصر السعودي، مش اقل من 8 مليون دولار لمحمد عبد المنعم. اللي انت بتقوله، طب تعالى اشرح لك. النهارده نادي النصر السعودي اتغلب 2-0 من نادي التعاون. طب ده بيثبت لك ان نادي التعاون ما فيهوش اي لعيب اسمه حاجه كبيره في اوروبا. ده بيثبت لك ايه؟ يقول لك الدوري السعودي لعيبه ومش لعيبه، وي 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 لعيبه جاب مليارات الدولارات وبتتغلب اهو من فريق عادي. يعني فريق التعاون ده يا جماعه من الفرق العاديه زي حرس الحدود والمحله كده عندنا، لا اهلي ولا زمالك ولا اسماعيلي ولا بيراميدز ولا فيوتشر ولا المصري ولا الناس دي، فريق عادي جدا واقل من العادي، كل 3 اسابيع بيغير مدرب بيكسب نادي النصر. طب ده اللي يثبت ايه؟ ان المدير الفني النصراوي طلع لك انا محتاج لعيب سيرد باك او سنتر باك. طب الترشيح رايح لمين؟ لمحمد عبد المنعم. طب النادي الاهلي عنده ميزه خياليه غير اي نادي على مستوى العالم، الا وهي التسعير. نادي النصر طبعا بعد اصابه اوسبينا طلب عرض رسمي لكابتن محمد الشناوي قائد النادي الاهلي ونجم منتخب مصر. النادي الاهلي قال له عايز الشناوي ب 8، اقل من 8 دولار واحد مش هنبيعه. طب سعر عبد المنعم بكام؟ ب 10 مليون دولار. ده بتخيل الرقم 10 مليون دولار و25% من عادة البيع و25% زيادات في استثناءات معينة. انت بتتكلم في لعيب عنده 23 سنة، افضل سيرد باك في مصر، لعيب موهوب، لعيب كواليتي مختلف، لعيب يلعب في اوروبا مرتاح. طيب النادي الاهلي النصر عايزه 10 مليون دولار مسعر لعيبه بكده، ودي حاجه كبيره وحاجه متميزه جدا جدا جدا. فمحمد عبد المنعم يا جماعه بنسبه 50 50، لا يكمل في الاهلي لا يكمل في نادي النصر السعودي. طب القصه بتقول ايه؟ ان مارسيل كولر قال لك عبد المنعم مش للبيع. اداره النادي الاهلي قالت محمد عبد المنعم مش للبيع. طب القصه في ايه؟ لو جه عرض مغري مغري قوي، يعني يتيح للنادي الاهلي ان يجيب 20 لاعب مكان عبد المنعم، النادي الاهلي هيبيعه. فمحمد عبد المنعم متقدم له عرض رسمي من نادي النصر السعودي. طب ليه؟ لان نادي النصر خسارتين على
التوالي من نادي الاتفاق السعودي تحت قيادة جيرارد، والنهارده بيخسر من نادي التعاون 2-0. ده كارثة من الكوارث، بيخش فيه 4 أهداف في مباريتين. ده بيثبت ان خط الظهر عنده مش نافع، خاصة الاثنين السنتر باك او الاثنين السيرد باكات. عبد المنعم لعيب كبير، لعيب متميز، وبنسبة كبيرة احتمال يمشي للنصر لو جاله 10 مليون دولار، وده رقم عادي جدا. رقم لا يذكر بالنسبة للعيبة اللي هتلعب في الدوري السعودي. نطلع من القصة دي نكمل في الدوري السعودي. يا جماعة زيزو ماشي ماشي. طب ماشي ماشي ازاي يا عم الحاج؟ هيفسخ تعاقده؟ ممكن. هيقدم شكوى للفيفا؟ ممكن. هيجي له بطاقة مؤقتة لأن بقاله 6 شهور ما قبضش. طب الفيفا بتقول ايه؟ القانون الدولي بيقول لك لو اللعيب قعد 4 شهور ما قبضش يفسخ التعاقد بتاعه وياخد بطاقة مؤقتة لغاية لما نخلص قضية اللعب. وهيلعب في الشباب السعودي، والفلوس هياخدها ليه لوحده، جاي له في 3 سنين 12 مليون دولار. طب نادي السعودي طلب كام لغايه دلوقتي؟ حاطه في كام؟ 6 مليون دولار. الزمالك طالب 10، ممكن تصفصف على 8 7 ونص، ده رقم مميز. انت نادي مش لاقي تاكل، نادي عندك ازمات غريبه، عليك مليار و800 مليون جنيه. طب الدوله قالت هتقف جنبك وهتقسط لك الكلام ده على 10 سنين، يعني كل سنه 180 مليون. طب هتجيبهم منين؟ هتجيبهم من البث التلفزيوني، من اعلانات، من الشركات الراعيه، من عندك 1500 الف حاجه موارد، سواء بشريه او سواء اقتصاديه او سواء تجاريه ممكن، واشتراكات الاعضاء وقصص وافلام كتير ممكن النادي الزمالك يستفيد منها الفتره القادمه. طيب خد مني، مجلس الاداره ده فاشل 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 بكل المقاييس، بس خد مني فاشل بفعل فاعل. كل الناس كارهه مرتضى منصور، كل الناس مش حابه مرتضى منصور، وده اللي كنا بنقوله يا جماعه. مرتضى منصور مش عامل لنفسه مرجع، مش عامل له حبيب، مش عامل له ظهر غير الجمعيه العموميه، وبدات تنفر منه بعد القرارات الغريبه. طب زيزو اخر لعيب في الدنيا ما يمشي، ايه المشكله؟ لعيب كنت جايبه ب 50000 دولار ولا ب 30000 دولار، ولعيب كان بيلعب ما كانش حد يعرفه، وانت عملته وكبرته واستثمرت فيه حاجه كبيره، حاجه متميزه جدا جدا جدا. لعيب كان جاي برقم لا يذكر، ودلوقتي نجم من نجوم مصر ونادي الزمالك اللي عمله، هو لعيب كبير ولعيب متميز جدا. طب نطلع من زيزو ونخش على قندوسي بيه اللي داخل في مرحله عناد مع النادي الاهلي. قندوسي داخل في مرحله عناد مع النادي الاهلي، مش عايز يلعب في السيراميكا، عايز يكمل مع النادي الاهلي. طب ده بيعطل بايه؟ بيعطل صفقه المهاجم الاجنبي. فصفقه المهاجم الاجنبي بنسبه كبيره في حاله استمرار قندوسي طبعا شغل اللوائحي ما ينفعش، هيبقى عندك الوضع بالنسبه للمحترفين خلاص الوضع استوفى، يعني كل اللعيبه المحترف عندك خلاص، انت العدد بقى كامل مكمل. فبالنسبه لقندوسي يا جماعه في حاله عناد، وان شاء الله هشرح لكم وضع قندوسي في الفيديو القادم. اتمنى التوفيق يا جماعه النادي الاهلي، اتمنى التوفيق لنادي الزمالك، اتمنى التوفيق لجميع الانديه المصريه. شكرا لحضراتكم، ده كان فيديو النهارده. لو عجبك الفيديو تشترك في القناه وتفعل زر الجرس، يصل كل جديد. انا محمد يونس، دمتم في امان الله.